مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد آشور. موضوعنا اليوم عن قوائم الملوك الآشوريين. اكتشفت العديد من القوائم لأسماء الملوك الآشوريين في العواصم الآشورية آشور ونينوى ودور شاروكين، وهي قوائم كتبها الآشوريين أنفسهم على مدى عدة قرون، وكان موظفي الليمو يقومون بكتابة هذه القوائم، وهم الموظفين الذين يعينهم الملك شخصيا، ودورهم الرئيسي هو كتابة التقارير السنوية عن أحوال المملكة وأيضا تدوين جميع نشاطات الملك. وتتسم هذه القوائم بالدقة بحيث تتفق مع قوائم الملوك البابليين والحثيين والمصريين. القائمة الأصلية التي اعتمدت عليها القوائم المكتشفة أُلفت في زمن حكم آشور ناصربال الأول، الذي حكم بين 1049 إلى 1031 قبل الميلاد. أما أقدم القوائم المكتشفة تنتهي مع حكم الملك تغرض بلاصر الثاني، الذي حكم بين 967 إلى 935 قبل الميلاد. وآخر هذه القوائم المكتشفة فتنتهي مع حكم الملك شلمنصر الخامس، الذي حكم بين 727 إلى 722 قبل الميلاد. من الملاحظ بأن الملوك الآشوريين في العصر الآشوري القديم بين 2025 إلى 1364 قبل الميلاد لم يستخدموا لقب الملك شار، لأنهم آمنوا بأن الإله آشور هو الملك الحقيقي، وهو وحده يجب أن يلقب بالملك. أما الحاكم البشري يستخدم لقب إيشياك آشور، أي حاكم بلاد آشور. لكن مع حكم الملك آشور أوباليت الأول، الذي حرر آشور من الاحتلال الميتاني في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، بدأ الملوك الآشوريين باستخدام ألقاب ملك آشور، ملك سومر وأكد، ملك العالم، وملك اتجاهات العالم الأربعة، وذلك من أجل شرعنة حكمهم على بابل وكامل بلاد الرافدين، وهي ألقاب استخدمها الملوك الأكديين القدماء. وكانت هذه القوائم غالبا ما تركز على نسب الملك، حيث تذكر إلى جانب اسم الملك بأنه ابن أو أخ للملك الذي سبقه، وبعض هذه القوائم تعود لأبعد من ذلك. فشمش شوم أوكين أخ آشور بانيبال الذي حكم على بابل ذكر بأنه من نسل الملك سرغون الثاني جد والدي. أما الملك أسرحدون فذكر بأنه من نسل الملك بيل باني ابن الملك أداسي، وهو من ملوك العصر الآشوري القديم ومؤسس السلالة الأداسية، وحكم عام 1700 قبل الميلاد. أما الملوك الذين انقلبوا على الحكم مثل الملك تغلط بلاصر الثالث فلم يذكر أي من أسلافه، بل ادعى بأنه أخذ الشرعية من الإله آشور، واستخدم عبارات مثل آشور نادى باسمي وآشور وضعني على العرش. يمكننا أن نقسم قائمة الملوك الآشوريين الطويلة التي تضم 117 اسم إلى عدة مجموعات تبعا للفترات الزمنية التي حكموا فيها، ولا يعرف الزمن الذي حكم فيه الملوك الآشوريين الذين سبقوا الملك إيريشم الأول. أقدم هذه القوائم هي التي تعرف بقائمة الملوك الذين عاشوا في الخيام، وهم 17 ملك كما نجد في هذه القائمة. تليها قائمة الملوك الأجداد كما نجد في هذه القائمة. ولا يعرف تاريخ حكم هؤلاء الملوك الذين حكموا في الفترة التي تعرف باسم الفترة الآشورية المبكرة، التي امتدت بين 2600 إلى 2025 قبل الميلاد. ولا يوجد أي دليل على وجود هؤلاء الملوك سوى هذه القوائم التي دونت في فترات زمنية لاحقة. لذلك يعتقد بعض الباحثون بأنها قوائم تخمينية أو خيالية، ويعتقد باحثون آخرون بأن قائمة الملوك الأجداد أضافها شمشي أدد الأول الملك الآشوري ذو الأصل العموري لأجداده، وهم ملوك لم يحكموا على آشور على الإطلاق. يلي ذلك فترة الحكام الآشوريين المحليين تحت سلطة الإمبراطورية الأكادية وإمبراطورية سلالة أور الثالثة، وهم حكام غابت أسماءهم من قوائم الملوك الآشوريين، ربما لأنهم لم يتم اعتبارهم ملوك حقيقيين، واتخذ هؤلاء الحكام لقب القاضي الأعلى، وهو شبيه للقب حاكم بلاد آشور الذي اتخذه ملوك العصر الآشوري القديم. وأسماء هؤلاء الحكام نجدها في هذه القائمة.
أي ذلك فترة العصر الآشوري القديم أو المملكة الآشورية القديمة التي امتدت بين 2025 إلى 1364 قبل الميلاد، وتبدأ هذه الفترة بحكم الملك بوزر آشور الأول. وربما كان هذا الملك سابقا حاكم تابع لإمبراطورية أور واستقل عنها وأسس ما يعرف بالمملكة الآشورية القديمة، واستمر سلالته حتى عام 1809 قبل الميلاد كما نجد في هذه القائمة. يلي ذلك سلالة الملك شمشي أدد الأول الذي حكم عام 1808، ويعتقد بأنه من أصل عموري. وتذكر القوائم بأنه في فترة حكم الملك الآشوري نارمسين ذهب شمشي أدد للعيش في بابل لثلاثة أعوام في فترة السلالة البابلية العمورية، ولا يعرف إذا كان ذو منصب رسمي في آشور قبل رحيله إلى بابل أو سبب رحيله أو طرده من آشور. تذكر القوائم بأنه بعد ثلاثة سنين توجه إلى آشور وطاح بحكم الملك إريشم الثاني ابن نارمسين، وتوسعت المملكة الآشورية في عهده بشكل كبير، وعاصر في آخر سنين حكمه الملك البابلي الشهير حمورابي، واستمر سلالته حتى عام 1736 كما نجد في هذه القائمة. يليها قائمة الملوك المنقلبين على الحكم، ثم تأتي قائمة سلالة الملوك الأداسيين التي أسسها الملك أداسي وابنه بيلباني، وهي أطول السلالات الملكية الآشورية حيث امتدت بين أعوام 1700 إلى 722 قبل الميلاد كما نجد في هذه القائمة. الملك لولايا يبدو بأنه مغتصب للحكم ولا علاقة له بالسلالة الأداسية، انقلب عليه الملك شونينا ابن بازايا. الملك آشور رابي انقلب على حكم ابن أخيه آشور شادوني. في عام 1363 ينتهي العصر الآشوري القديم ويبدأ العصر الآشوري الوسيط الذي يمتد حتى عام 912 قبل الميلاد. ويبدأ هذا العصر مع حكم الملك آشوروباليط الأول، أول الملوك الآشوريين الذين اتخذوا لقب شارمات آشور أي ملك بلاد آشور، والذي يعاصر الملك المصري أخناتون والملكة نفرتيتي. قام هذا الملك بتزويج ابنته موباليتات سيرو للملك البابلي من السلالة الكاشية بورنا بورياس الثاني، وحكم حفيده كوري كالزو الثاني على بابل، حيث تشكلت سلالة آشورية بواسطة ابنة آشور أوباليط حكمت على بابل. في فترة حكم شلمنصر الأول أصبحت آشور قوة كبرى، حيث هزم الحثيين وضم القسم الشمالي من بلاد الرافدين بالكامل لبلاد آشور، وتوسع في الأناضول ومملكة نايري وجبال زغروس. أما ابنه توكلتيننورتا الأول فقد تمكن من ضم بابل إلى آشور والتوسع في غرب الفرات على حساب الحثيين. خلف توكلتيننورتا عدة ملوك ضعاف. نينورتا إيبل إيكور هو من أحفاد الملك أدد نيراري الأول، وانتزع الحكم من أقربائه. انتهى حكم الملوك الضعاف مع وصول تغلت بلاصر الأول إلى الحكم، الذي شكل امبراطورية آشورية وصلت حتى سواحل البحر المتوسط، وتمكن ابنه آشور بيل كالا من السيطرة على بابل لفترة قصيرة. حكم بعد آشور بيل كالا عدة ملوك ضعاف استمرت هذه الفترة المظلمة لقرن. تنتهي فترة الضعف مع قدوم آشور دان الثاني إلى الحكم، الذي يبدأ بشن حملات لاسترجاع المقاطعات التي خسرها أسلافي. في عام 911 مع حكم الملك أدد نيراري الثاني يبدأ العصر الآشوري الحديث الذي يمتد إلى آخر أيام الإمبراطورية الآشورية عام 612 قبل الميلاد. و
وفي زمن حكم شلمنصر الثالث تمكن الآشوريين من السيطرة على بابل مجددا، وتمكن من ضم كامل سوريا القديمة للإمبراطورية الآشورية، وخلف المسلة السوداء التي وصلتنا سليمة بالكامل، وهي من أهم التحف الآشورية الفريدة، وهي مليئة بالمعلومات التاريخية الشديدة الأهمية. خلف شلمنصر الثالث ابنه شمشي أدد الخامس الذي هزم أخيه أشور دانن إبلي في حرب أهلية طويلة وحكم ل13 عاما، لكن توفي وابنه أدد نيراري الثالث ما زال صغيرا في السن، لذلك حكمت زوجته شامورامات كوصية على العرش، وهي الملكة التي اشتهرت في الأساطير اليونانية باسم سميراميس. في هذه الفترة ضعفت الإمبراطورية الآشورية خلال حكم عدة ملوك. في عام 745 قبل الميلاد جاء تغلطبلاصر الثالث إلى الحكم، لكن نسبه غامض، فيعتقد بأنه من أبناء الملك أدد نيراري الثالث، ومن المرجح بأنه ليس من نسل ملكي وأنه أنهى السلالة الأداسية، ويعتبر أقوى الملوك الآشوريين وأكثرهم تأثيرا، حيث أسس الإمبراطورية الآشورية الكبرى والأخيرة. انقلب سرغون الثاني على حكم شلمنصر الرابع ونسبه غامض أيضا، وأسس السلالة السرغونية، وهي من أعظم السلالات الملكية الآشورية، وحكمت آشور حتى آخر أيام الإمبراطورية الآشورية كما نجد في هذه القائمة، حيث ثبتت هذه السلالة الحكم الآشوري الدائم في بابل والأناضول وأورارتو وسوريا القديمة. وفي عهد الملك أشور بانيباد توسعت الإمبراطورية الآشورية إلى أقصى حد، حيث ضمت ممالك لم يصل إليها أي ملك آشوري في السابق، وهي عيلام ومصر السفلى، وتوسع أيضا في القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية. تلا حكم أشور بانيبال فترة ضعف شهدت حرب أهلية طاحنة قتل فيها ابنه أشور إيت الإيلاني، فخلفه سينشار أشكون الذي أخمد التمردات وحكم ل15 عاما حتى سقوط الإمبراطورية الآشورية عام 612 قبل الميلاد. وكان آخر الملوك الآشوريين أشور وباليط الثاني، ومن المحتمل بأنه ابن سينشار أشكون ابن أشور بانيبال الذي عين نفسه ملكا بعد سقوط نينوى، حيث استمر في الحكم لعامين في مدينة حران حتى سقوط المدينة على يد التحالف الميدي البابلي. في فترة الحكم الأخميني والبارثي شهدت أشور ازدهارا كبيرا، وأعيد بناء المدينة بقصورها ومعبد الإله أشور، لكن بسبب عدم اكتمال عمليات التنقيب في هذه المدينة لا نعرف الكثير عنها في هذه الفترة، واكتشفت نقوش تذكر أسماء 6 حكام آشوريين محليين أحدهم اسمه غير واضح، وهم هرمز وهياي وهاني وروث آشور ونابو ديان. لكن في عام 240 ميلادية دمر الملك الساساني شابور مدينة آشور أثر ثورة قامت فيها وشرد سكانها. وفي مدينة أربيل حكم عدة حكام وملوك آشوريين، وصلتنا أخبارهم عن طريق مصادر مسيحية وتاريخية عدة، منهم الملك إيزاط الأول ومونوباز الأول وإيزاط الثاني وزوجته هيلانا الحديابية وابنهم مونوباز الثاني، وأيضا هناك الملك نرساي وقرداخ وسنحريب الثاني، ومن غير المعلوم زمن حكم هؤلاء الملوك. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد آشور لمتابعة كل جديد.